تعلمون أن قطاع العدالة في الجزائر عرف عصرنا منذ سنوات بمراحل يعني، وهذا اليوم يدخل في هذا المسعى كي لتناول موضوع مهم اللي هو التقاضي الإلكتروني، بحيث يدعى فيه المحامين وكذا القضاة فضلا عن أمناء الضبط للانخراط في هذه العملية. هذا المسعى الذي تشرف عليه وزارة العدل مديرية عصرنا خصوصا لتوفير الوسائل المادية والإلكترونية في هذا الشأن.